السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورۃ الفجر کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفجر مکیہ ہے، اس کی 30 آیات اور ایک رکوع ہے، تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بعاد فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد مثلها في البلاد وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فأكثروا فيها الفساد فيها الفساد فصب عليهم فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد فأما الإنسان إذا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه وأما
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون كلا بل لا تكرمون يتيم يتيم ولا تحاضون على ولا تحاضون على طعام المسكين طعام المسكين وتأكلون التراث وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا 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 وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة
مطمئنة مطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.